أول حرف في اسم ضيفتنا جين. أول صفة تحبي إن الناس تطلقها عليك؟ ست طيبة. أول حاجة تعمليها الصبح؟ أقوم الصبحية أفتح إيدي كده لربنا وأطلب من ربنا ربنا يديني الصحة والستر وينجحني في كل أعمالي. طيب لو قلنا إنك بتتكلمي في التليفون الصبح، نقول أول مكالمة تكلميها لمين؟ دلوقتي أول مكالمة أكلمها لإخواتي. أول ميزة بتحبيها في الرجل؟ في الرجل أحب الرجل اللي عنده كرامة. الكرامة. وأحب الرجل التقيل. وأحب الرجل المتزن واللي حافظ على بيته. مين من نجومنا تتوفر فيه الصفات دي؟ والله يا حبيبتي أنا ما عشرتهمش، ما أعرفش. على الشاشة ما تختلف على إنه شخصيات الشاشة دي غير الطبيعة. غير الطبيعة. نقول أول صفة تتحلى بها امرأة. أول صفة تتحلى بها امرأة تبقى طبيعية. الطبيعي. الطبيعة. أول مكان تروحيه علشان تقضي فيه أجازتك؟ أحب أروح جنينة الحيوانات. هواية ظريفة حقيقي. ليه؟ بلاقي هناك الناس النيس، أخد معايا شوية فول سوداني أديهم. ليهم طريقة كده غريبة شوية، ينسوكي تعب الشغل. كده. أول رحلة في حياتك تفتكريها؟ أول رحلة في حياتي يعني خارج القطر. مش فاكرة. مش فاكرة؟ لا. ولا أيام المدرسة فاكرة رحلتهم؟ أيام المدرسة كانوا يودونا المعادي. أصلا أنا كنت في سانت فامي، مدرسة سانت فامي بتاعت حلوان. رهبات. يودونا المعادي. ياخدونا في جناين. يفسحونا. بس الهواء الطلق. بس. طيب أول حب؟ أول حب ده لجوزي الله يرحمه. احكي لنا بقى الحكاية، يعني حبيته بعض ازاي؟ شفته بعض ازاي؟ والله هو شافني وأنا كنت بشتغل عند الرحاني. فحبني، قاعد يحبني حوالي سنة من غير انت ما تعرفي ولا احس بيه ولا اعرف حد بيحبني. وبعدين جه خطبني واتجوزنا. يعني جوزتي الجواز التقليدي اللي هو حد جالك البيت وخطبك؟ لا، جبت اخلاق او طلاق مش على طول يعني. قعدنا عاشدنا بعض حوالي 3 4 5 اشهر. جبت باخلاقه وهو كانت فتره خطوبه يعني. واتجوزت وقعدت معاه لحد ما توفى. بيزداد الحب بعد الجواز ولا الواحد بيبقى حب؟ والله مع العشرة. مع العشرة بيزيد الحب. الرجل اللي يعرف يحافظ على مراته وعلى بيته مهما تكون واخداه على كر، ورجل بالمعنى الكلمة يقدر يخليها تحبه وتعبده وتحترمه. أول معاني الصداقة؟ الأخلاق و طريقة المعاملة والإخلاص في المعاملة. أول فيلم سينمائي حضرتك اشتركتي فيه؟ سعمر. سعمر. أول مرة قابلتي فيها الريحاني؟ في رواية الدنيا لما تضحك. كان إحساسك بإيه؟ يعني كنت أحترمه طبعا. كفنان كبير وكأب، لما يقولي أي كلمة لازم أسمعها. ما خفتيش لما وقفتي قدامه على المسرح لأول مرة؟ لا. ليه؟ لأنه بني آدم زي زيه، بس إنسان مدرس. أول حاجة علمها لك الريحاني إيه؟ احترام المواعيد والمواعيد العمل وطولة البال، ولازم أكون مرنة في عملي. أول نجم ونجمة حضرتك بتحرصي إن أنت تشوفي أفلامهم؟ لا يعني نجوم بتوع زمان ولا دلوقتي؟ الاتنين. نقول من نجوم بتوع زمان. زمان. أحب أشوف ليلى مراد. ومين من نجوم الرجال؟ بتوع زمان الله يرحمه أنور وقتي. ومن دلوقتي؟ دلوقتي كلهم.
كويسين كلهم كويسين. طيب مين أول نجم ونجمة بيضحكوكي؟ بعد الريحاني فؤاد ونجمة شويكار محمد عوض مين تاني بس. أول نجم مسرحي جديد حضرتك بتتوقعي له مستقبل؟ والله عادل إمام كويس أوي، سعيد صالح مش وحش كويس، حسن مصطفى عظيم. أول أغنية تفتحت عليها أذناكي أنت بتسمعيها وأنت صغيرة؟ لا مش فاكرة بقى. مش فاكرة؟ لا مش فاكرة. حاجة حلوة ليلى مراد كنت بتحبي تغنيها؟ لا ليلى مراد ما كنت صغننة، كنت يعني كبيرة شوية يعني صغيرة قوي، 7 سنين 8 سنين. لا لا ممكن يعني أغنية قديمة حضرتك توعي. لا كل أغنيات ليلى مراد عبودها، وأنا باستمرار كنت بشتغل معاها كمان من حبي فيها كنت بشتغل معاها على طول. أول صوت غنائي قريب من قلبك غير ليلى مراد؟ الله يرحمها أم كلثوم. أول حيوان تستمتعي بمشاهدته غير النسانيس اللي انت بتروح لهم رحلة مخصوصة؟ أحب أسمع العصافير أو الكروان. أول زهرة تنعشك رائحتها؟ الفل. أول صفة ورثتيها عن أبيكي؟ كرامة. الكرامة. أول شيء اتعلمتيه من والدتك؟ برضو الكرامة، وأحافظ على نفسي كويس وأحافظ على سمعتي وأحافظ على اسمي. أول شخصية عالمية تتنكري في زيها؟ أوجوني. أول هواية ليكي؟ هواية؟ التمثيل. التمثيل انت بتعتبر روحك هوية تمثيل مش محترفة؟ زمان زمان، ودلوقتي يعني بقيت محترفة، لكن أقولك لا لسه هوية. أول شرط يتوفر في فيلم أو في دور معين في فيلم يخليكي تقبلي الدور على طول؟ الأم. دور الأم حاليا تقبليه وانت مغمضة يعني؟ أنا بشتغله من زمان. أنا كنت بشتغل أدوار الأمهات وأنا كنت لسه شابة صغيرة، ما كانش صح نشتغل، لكن اشتغلت فيلم أم فاتن حمامة أتذكره، بتاع حسن الإمام. زمان زمان قوي، من حوالي 20 سنة. أول طبق على مائدتك؟ أنا أحب الشوربة. الشوربة. أول حاجة بتضايقك؟ أنا مش حاجة واحدة بتضايقني، أنا حاجات كتير بتضايقني. ما أحبش الكذب. أكتر حاجة الكذب. الكذب ما أحبوش، أحب الصدق قوي. تفتكري أول كذبة كذبتيها؟ لا ما أعتقدش إن أنا بكذب، ولا عمري كذبت خالص، بدليل إني أنا عندي عقدة البني آدم اللي بيكذب ده، لا أحب أعرفه ولا أكلمه ولا أسلم عليه، والشارع اللي يفوت منه ما مشيش منه. شوفي بقى صحيح يعني. أول علقة خدتيها في حياتك؟ والله أنا ما خدتش علقة، علشان أنا والدي توفى أنا ما شفتوش، وكانت المرحومة والدتي بتدلعني عشان أنا أصغر إخواتي. أول حاجة تخليكي تبكي؟ معرفش، أنا دمعتي قريبة قوي، أي لو أشوف طفل بيعيط عيط. أول حاجة تضحكك؟ مش عارفة، دلوقتي مش سهل أضحك مش زي زمان يعني. كان زمان أضحك أكتر من دلوقتي، من دلوقتي معرفش يعني، ضحكي بقى عزيز جدا. أول كلمة في اسمك؟ زوزو.